في أي دولة في العالم إذا كنت تعمل في مؤسسة مدنية أم عسكرية فمن حقك أن يكون لك راتب تتقاضاه مع نهاية كل شهر، وهذا حق طبيعي نتفق عليه بالإجماع، أي ليس بالصدفة أو من خلال إكرامية ما يتفضل ربما أحدهم عليك. لكن إذا قارنا السباق أو السياق القانوني المعمول به دوليا في بلدنا العراق نجد أن هناك اختلافا كبيرا نوعا ما. كيف؟ فصاحب القصة التالية هو نموذج على ذلك في مقطع مصور تناقله ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي لمنتسب ضمن قاطع شرطة محافظة ذي قار، حيث ظهر في الفيديو بجانب أطفاله الثلاثة وهو يناشد ويستغيث بالسيد الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي لإطلاق راتبها الذي مضى على توقفه قرابة 4 سنوات متكاملة. لماذا؟ لنشاهد التفاصيل. إني منتسب حسين عبد الكاظم عليه سبحان الجابري، تابع إلى مديرية الشرطة ذي قار، دوامي مركز الثورة، جنت مفصول 10 سنوات وعادوني إلى الخدمة بكتاب رسمي، ودخلت دورة شهر كامل بالبوابة اللي يم حي الصناعي على طريق الغراف. من 2018 ولحد الآن أنا بلا راتب، أنا اللي بعرف مصيري، مو مصيري، مصير هاي الجهال شنو ذنبها؟ هاي الجهال شنو ذنبها؟ هاي عد صغيرة وجايتهم مدارس يردون ملابس، وأطلع عمالة أشتغل، والله والله العظيم أطلع عمالة أشتغل، والجماعة يهددوني بالغياب ويقولوا لي إذا ما تداوم تعال راح تنفصل. يعني أنا وين أروح؟ واجهت 100,000 مرة القائد، وكل ساعة قائد يجي غيره مع احتراماتي له. فأنا نادك يا وزير الداخلية يا مصطفى الكاظمي، احتراماتي لك، تدوي أروح لك تسوي لي حل. يعني أنا بدي أعرف مصيري شنو؟ يعني أنا داوم أبطل ما أدري، أنا بلا راتب، يعني أنا مسؤول عليك؟ يعني أنتم مسؤولين علي؟ لا، يعني أنا بدي أعرف شنو مصيري. حسين عبد الكاظم لم يجد بابا إلا وقد طرقه من أجل أن يطلق صراحة راتبه الذي لم يتسلمه كما قال منذ 4 سنوات، فبعد أن كان مفصولا على الخدمة العسكرية منذ 10 سنوات كما قال، أعيد مجددا إلى الخدمة بكتاب رسمي مصدق من الوزارة ومع بداية عام 2018، ومنذ ذلك الحين وحسين مستمر بالدوام كحال بقية أقرانه. إلا أن الغريب في موضوعه أنه لم يتقاضى راتبا وليس له دخل معيشي آخر سوى أنه كما قال يعمل بصفة أجير يومي. فضيق الحال وعدم استجابة المسؤولين والقادة الكبار له دفعه للعمل بصفة عامل يومي ليجلب قوت يومه لأطفاله وعائلته، لكن قساوة البعض ممن يترأسون المسؤولية عليه في وحدته منعوه من العمل أيضا وألزموه بالخدمة العسكرية والواجبات والدوام، وإلا فسيكون مصيره الفصل. وهنا لم يجد حسين طريقة أخرى وسوى عبر مقطع الفيديو الذي شاهدناه ليناشد ويتساءل ما هو المصير وكيف سأتصرف وكيف لي أن أعيش أنا وأطفالي وراتبي متوقف ولا يوجد من يلبي ندائي لإعادة راتبي الذي تم حجبه أو ربما يقول ربما سرق أيضا لأسباب مجهولة. طبعا رسالة المنتسب حسين ومناشدته تناقلها ناشطون في منصات السوشيال ميديا وحازت على ردود أفعال كثيرة، وقفنا لكم على بعض منها. وهنا تعليق لفاضل حسوني، يقول فاضل في تعليقه على هذه القضية: أخويا روح على قائد الشرطة بنفسه وبالتأكيد ما راح يقصر. يعني شلون أنت صار لك 4 سنوات تداوم وما حد يعطيك راتب؟ بابا هذا راتبك جاي ينسرق ويستلموه غير جماعة باسمك، فلا تسكت. تعليق آخر من السعداوي محمد يقول: السعداوي محمد، يعني ما كفاكم سرقات وظلم؟ ماكو إجازات ولا نظام بديل، وأكلنا الحيوان ما يأكله، وهسه خليتوا عينكم حتى على أرزاقنا، والله حرام اللي جاي يصير بينا. ويقول لك العسكري راتبه بالمليون بس باعوا البهذلة والمذلة وانتوا حكموا. تعليق آخر أيضا، هناك تعليق من وردة الجوري: ما قهرني إلا نظرات جهالة، عبالك أبوهم قاعد يشحد بهم وهو بالتالي طالب بحقه مو أكثر، لا يرحمون ولا يخلون رحمة الله تنزل، اشتغل عمالة هددوه بالفصل. زين انطوا راتبش بيكم تاكلون حرام، حسبنا الله عليكم. ويا ريت الكاظمي والغانمي يدخلون أو يتدخلون ويرجعوا له راتبه ويعاقبون اللي باقي.